طبعا بقى كده هنتكلم عن الاستريب لايت والزام المتميزة جدا في الإنارة الشريطية أو الاستريب لايت. تمام، عندهم أشكال مختلفة وأشكال كتيرة جدا تقدر تلبي رغبات كل الناس في الاستريب لايت أو الإنارة الشريطية. في شريط إنارة خطين بيسموه، أو بيسموه تو لاين استريب لايت، بيشتغل على 220 فولت. وفي النيون فليكس اللي هو شريط إنارة بالنيون، وفي اللو فولتج استريب لايت اللي هو بيشتغل على فولت 24. طبعا الميزة بتاعة الإنارة الشريطية يا شباب، إنارة طبعا خطين، دي بتبقى شريط إنارة خطين 220 فولت اللي هو تو لاين ستريب لايت. ده ضوء ميزته ان هو ضوء مستمر ومتساوي، الديستريبيوشن بتاعه متساوي تمام في توزيع الإضاءة. أقدر أعمل له خاصية الديمابل أو إن هو قابل للتعتيم، أقدر أزود شدة الإضاءة أو أقلل شدة الإضاءة، الكشاف ديمابل. السطوع بتاعه تمام بيبقى عالي، المنتج طوله بيبقى 50 متر، تمام بيدي لك ضمان سنتين، منطقة للقص لكل متر، يعني أنا أقدر أقص أي عدد من الأمتار، يعني أنا ممكن أقص متر مترين خمسة عشرة زي ما أنا عايز. تمام، يعمل مع محول مانع للوميض، تمام على أساس إن هو يبدأ يظبط لي المحول الدرجة الخاصة باللون ويقلل لي الوميض. مقاوم للماء والرطوبة بدرجة حماية IP65، يعني أنت لو حطيته في مكان جه عليه مية جت عليه تراب مش هيتأثر. تمام، يعمل بكفاءة 100%. طبعا ده اللي احنا بنستخدمه اللي هو الكوف لايتنج، تسمع دايما يقول لك الكوف لايت، الكوف لايت اللي هو الإضاءة المخفية في المنازل وفي المكاتب وفي المعارض وفي الفنادق وفي أي مكان تقدر تستخدمه ككوف لايت. زي ما شفنا الباور فاكتور بتاعه هو 94، ده عالي. الدايمنشنز بتاعه يعني الويدث بتاعه 15 والهايت تمام 6 مللي زي ما هو كاتب كده، اللي هو العرض والتخانة شباب. بعد كده السي سي تي اللي هو درجة اللون، في منه 3000 و4000 و6500. الاي بي بتاعه عالي زي ما قلنا عشان هو بيقدر يجي عليه مية او اي شيء. السي ار اي 80، البيم انجل بيديني 120 للزاوية بتاعته، بقدر استخدمه تمام بيديني من 1000 ل 1100 لومن بير متر، والفولتج بتاعه 220. خلي بالك ده بيشتغل على 220 بس، مفيش 110. اللايف سبان 30000 ساعة. الباور بتاعته للمتر، خلي بالك ما تروحش تشتري يقول لك والله ده بيدي لك 12 واط للمتر، 12 واط للمتر. بعد كده ده الكود بتاعك اللي هو بيديهوله اللي هو اس ال تمام 180.03.01.W.W.N.W.White مش عارف مين. يبقى ده هنا مثلا ده بيستخدم الوايت، وده النورمال، وده مثلا درجة اللون اللي هو وايت تمام او دبليو 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 ودبليو اتش، يعني ده بيعتقد بيختلف حسب السي سي تي اللي هي درجة حرارة اللون. تمام، فالكود بتاعه بيبقى ليه كذا وات انت بتختاره حسب الموديل اللي موجود عندهم. في انارة شرطية نيون اللي هي بيسموها نيون فليكس ستريب، ودي منتشرة جدا تمام، بتقدر تغير درجات اللون لعدد كبير جدا من الالوان، تقدر تشتغلها كاناره تمام ديكوريه بنسميها. ضوء مستمر طبعا ومتساوي، دي ميزه. السطوع بتاعه عالي، مصنوع من البلاستيك ضد الحريق، خلي بالك ده ضد الحريق. تمام، طبعا هو ووتر وداست ريسيستنس او ووتر بروف بيسموه. تمام، منطقه للقص لكل متر، دي مهمه جدا. متوفر بسبع الوان متعدده ومتغيره، قابل للطي لجميع الاتجاهات، تقدر يعني تعمل له طي في جميع الاتجاهات. تمام، مقاوم للميه والرطوبه، الاي بي بتاعه 65، امن لللمس، تقدر تمسك اللايتنج عادي مفيش مشاكل، مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي، والعمر الافتراضي بتاعه 20000 ساعه. احنا بنستخدمه في اضاءه الالواح التجاريه تمام، او الاضاءه المعماريه في الشكل المعماري، او في الاضاءه المخفيه في المنازل، في المكاتب، في المعارض، في الفنادق، ده كله بستخدم فيه الجزء بتاع. تمام، خلاص سميناه ايه يا شباب؟ الناس تفتكر نيون فليكس ستريب لايت، نيون فليكس ستريب لايت. زي ما هنشوف السبيكس بتاعته، هنا الدايمنشنز والكالر بيديني اهو وورم تمام، اللي هي سي ار اي اللي هي 70 دي تمام، السي ار اي والاي بي 65، والرول سايز كامل، اللفه كام متر، في اللفه دي 50 متر واللفه دي 30 متر. السي اي ار بتاعها 70، البيم انجل 120، بيشتغل على جهد 210، اللايف تايم 20000 ساعه، في منها 8 واط على المتر تمام، في منها 12 واط على المتر تمام. وده عباره عن الشريحه بتاعته اس ام دي
تمام المستخدمه في الاناره. هنا طبعا بيديني وورم وبيديني وايت وبيديني جري وبيديني بلو وايس بلو وجولدن وبينك وريد، دي الالوان اللي هو بيطلعها لي الشريط الاضاءه بتاعي. طبعا بعد كده في عندي اللو فولتج ستريب لايت اللي هو بيشتغل ب 24 فولت، ده ممتاز جدا. طب ده عنده بيشتغل بتيار منخفض، ده بيشتغل ب يعني الكرنت بتاعه صغير والجهد بتاعه هنا بيشتغل على تمام 24 فولت. لا يشكل خطوره في حاله اللمس، ضوء مستمر ومتساوي، طبعا سطوع عالي، طول المنتج بيبقى 5 متر الحته تمام. منطقه القص كل متر، تقدر تقص براحتك متر مترين ثلاثه. معزول بطبقه حمايه، الاي بي بتاعه 65، بستخدمه في الداخلي او الخارجي. استخداماته في الاناره الارضيه، في اناره الدرج لو انت فاكر، تصاميم الالومنيوم، ده المستخدم في تصميم الالومنيوم، الاضاءه المخفيه في المنازل والمكاتب والفنادق والمعارض التجاريه. نفس القصه هنا بيديني الباور فاكتور 94%، الدايمنشن الويدث والهايت، وبعد كده يديني السي سي تي درجه اللون 4000 كلفن و3000 كلفن تمام. ده في معظم الاناره بتبقى لونها اصفر تمام. الاي بي بتاعه محمي 65، السي ار اي 80، البيم انجل 120، اللومنز تمام، ده 300 لومن بير متر زي ما قلنا دايما بالمتر. اللايف سبان 30000 ساعه، بيشتغل على 24 فولت دي سي، خلي بالك بيشتغل 24 فولت دي سي. الباور المتاحه عند الزامل فيه 9 وفيه 13 وفيه 20 واط بير متر.